الثامن والعشرين من الشهر الخامس دخلت دبابات حماة الديار قرية وسر الحرير متوجهة إلى مدينة الحراك بقصد ملاحقة أبناء الوطن الذين هبوا يطالبون بحريتهم وكرامتهم. ونحن إذ نوجه رسالة لحماة الديار نقول لهم: يا حماة الديار، كأننا أصبحنا نريد حمايتكم لأنكم أنتم أيضا مظلومون في هذا النظام. فلا يوجد ضابط أو صف ضابط أو جندي أو مجند في الجيش إلا وهو مظلوم، وخير دليل على ذلك أن الأهالي هم الذين أصبحوا يطعمون المجندين وأصبحوا يطعمون الجنود الطعام لأنهم يشكون من الجوع. هذا هو جيش الأسد كما ادعى بشار ومن قبله والده ادعوا بأن هذا الجيش هو جيش الأمة العربية كاملا، ولكن على ما يبدو أن هذا الجيش لم يجند إلا لأجل أبناء الوطن ولأجل حماية هذا النظام. وهذا ما نراه في شوارع بلدة بصر الحرير، ونحن نرى أثر الدبابات، الجنازير الدبابات على الأرض.